مرحبا بكم مشاهدينا مع الريتنج والملخص الأسبوعي. الدراما البوليسية الجديدة العدالة، وهي دراما رقمية قصيرة لصالح المنصة الجديدة تيريتي، حيث أصبح بحوزة هذه المنصة الكثيرة من القصص الدرامية المتنوعة والجاهزة للعرض في آن واحد، ذلك في مطلع عام 2023. وقصة المسلسل الجديد حول خبير الأمن السبراني سليم، والذي فقد الأمل من السلطات بإيجاد من تسببوا في إنهاء حياة ابنته، ليقرر تنفيذ العدالة بنفسه. وأول شيء سوف يقوم به هو اختراق وجمع المعلومات الخاصة بأولئك الأشخاص. أما أبطال هذه الدراما البوليسية الجديدة هم كل من يوردار أكور وبوراك سرجان وإردام كاينرجا ومهير غونشيراي وغيرهم من الأسماء المشاركة. أما مهمة الإخراج فسوف تكون على المخرج إمريك واك، ومن أعماله السابقة مسلسل عائلة أصل. وبالاستمرار مع مسلسلات هذه المنصة الجديدة، مسلسل أسفي عليك يا سيد رمضان، وهو مسلسل كوميدي من بطولة ألتان إركيكلي ومراد أوكيونولو. موعد الدراما اليومية الجديدة فريدة وتبراك، وهو أول مسلسل يومي مقدم من شركة الإنتاج الشهيرة بأعمالها الدرامية النفسية، وهي شركة OGM. وسوف تعرض أول حلقة من الدراما اليومية فريدة وتبراك في اليوم 31 من شهر أكتوبر الجاري في تمام الساعة 7 مساء على قناة ستار التركية. مستوى الإقبال على فيلم نادي بندرما، ومع مرور أسبوع على طرح فيلم نادي بندرما في صالات السينما التركية، وهو فيلم مقتبس عن الواقع لطلاب جامعة ساهموا بتطوير الصواريخ، والبطولة لكل من أركان كولتشاك كوستانديل وألينا بوز ودينيس جان أكتاش. ومجموع مشاهدات الفيلم لأول أسبوع هم 44,030 مشاهد فقط، بإيرادات تساوي 1,400,000 ليرة تركية، وهذا للأسف يشير إلى إقبال ضعيف على الفيلم. انضمام ممثلة إلى مسلسل تهويدة البلقان. انضمت الممثلة فلز أحمد إلى طاقم مسلسل تهويدة البلقان، وأول ظهور لها سوف يكون من حلقة مساء يوم الخميس بدور شخصية تدعى إيفانا. ومع استمرار انضمام الممثلين إلى المسلسلات، انضم الممثل إركان جان إلى طاقم مسلسل هذا العالم لا يسعني بدور أكبير. الدراما اليومية الجديدة عكس القدر، وهي من بطولة أوكتاي أكنجي وغوزدي، وقريبا سوف يحدد موعد عرض هذا المسلسل. وهذه الصورة للممثل كرام بورسين من كواليس الجزء الثاني من الفيلم الإسباني الشهير تو ذا ترين، وسيعرض الجزء الثاني من هذا الفيلم في إسبانيا في اليوم الثاني من شهر ديسمبر المقبل. خروج ممثلين من مسلسل الحدقة، وقبل بداية تصوير أول حلقة من الدراما الجديدة الحدقة، أمر المنتج محمد بوزدة بخروج كل من الممثل إفكان جان وتيومان من طاقم المسلسل، وليس ذلك وحسب، بل أمر المنتج أيضا بتغيير المخرج. موعد المسلسل الجديد الرأس المحموم، وهي دراما خيالية عن انتقال وباء بين العقول من خلال التخاطب، وأبطال المسلسل هم هازال سوباشي وعثمان سونانت. وسوف يتوفر المسلسل للمشاهدة عبر الإنترنت في اليوم الثاني من شهر ديسمبر المقبل. عقد بين مجموعة MBC وشركة القمر. تم إبرام اتفاق بين مجموعة MBC وشركة القمر ومد للإنتاج لشراء أجدد الأعمال الدرامية بين الطرفين. والآن مع الريتنج.